بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل النفوس والقلوب في الشهر الخير بتسبح ربها وبذكر الله مطمنين. هل هلاله في السماء كلنا على صيامه وقيام ليله ناويين ندعي ونتقرب من الرحمن، نتوب ونطلب المغفرة من رب العالمين، نقرأ في كتابه ونقف على أعتابه في كل صلاة خاشعين، وفي كل ليلة هنتجمع كلنا في صلاة التراويح، فيا رب اكتبنا من المقبولين. هنتكلم النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم عن فضل صلاة التراويح مع فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. قبل ما نتكلم بالأخص عن صلاة التراويح، خلينا نتكلم عن الصلاة وهي الصلة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، باب مفتوح لينا في كل لحظة بنقف قدام ربنا وبنقول يا رب ونقول الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الصلاة كما قال سادتنا العلماء معراج المؤمن، ذلك هي عبادة فرضت في ليلة مباركة، ليلة حدثت فيها أعظم أو من أعظم المعجزات لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هي ليلة الإسراء والمعراج. كون الصلاة تفرض في تلك الليلة هذا يدل على مكانتها عند الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان لاحظ كده بعد الشهادتين إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. الصلاة أهم ركن يقوم به الإنسان في حياته، لذلك هو ركن يتكرر على مدار اليوم، مش ركن إحنا بنأدي فريضة في أول اليوم وخلاص على كده بنظل، لا. وحكمة توزيعها كما وقف عنده بعض علمائنا يقول لك الإنسان بينخرط في الدنيا فالقلب ممكن يقسو شوية، ممكن تخرج من لسانه زلة، ممكن تعمل حاجة، فساعتين ثلاثة والأذان يأذن فيجيبك حتى تقف وتصلح أغلاط هذه النفس وترجع كما كنت طيبا مرة أخرى. ممكن يحدث بعد الأشياء مرة أخرى، ينادى عليك مرة أخرى بالصلاة التي بعدها، تأتي وتقف بين يدي الله وتصلح أغلاط نفسك وتصفي قلبك وتروح تاني الله. إذن حكمة توزيعها على مدار اليوم ده علشان الإنسان يظل على قرب وصلة من الله دائما. صحيح. فحاولش أبدا يفكر، لذلك شوف بقى يعني حتى الليل قال لك طب ما أنت كده هتظل بالليل فترة طويلة قوي، بس مش عايز يفرض علينا شيء ممكن يعني يشق على البعض. فكانت صلاة الليل نافلة، اللي هي صلاة التراويح نافلة، يعني مش واجب ولكن تصلك بالله، وكما قال سيدنا أبو الدرداء يقول صلوا ركعتين بالليل لظلمات القبور. فيأتي الترغيب من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتكلم عن صلاة التراويح ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو قلنا ايه فضل صلاة التراويح تكفي هذه الجملة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلمة غفر له ما تقدم من ذنبه بقى ما نقعدش في تشكيكات لبعض العلماء، طب يا ترى هو يغفر الصغائر ولا يغفر الكبائر ولا هو هي الكلمة تشمل الكلمة الاثنين. تشمل احنا ليه هنخش في يعني اعماق اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، المهم ان في غفران، بين المنة انها تغفر. بالضبط، بين المنة علينا انها تغفر. لا لا، قالوا الكبائر تحتاج الى توبة، يبقى الكبيرة الإنسان يحتاج فيها أن يتوب إلى الله وأنادم على فعلها. وبعدين سيدنا النبي لما يبشرنا بهذه البشارة دي تكفي أن احنا نجري ونسارع إلى هذه الصلاة المباركة وهي صلاة التراويح. لذلك كانت من شعار الشهر الكريم أن احنا نسمع القرآن، احنا نشوف الناس وهي خارجة من المساجد، الناس وهي ذهبة إلى صلاة التراويح، وأصبحت هذه الصلاة مرتبطة وشعيرة. بنفرح جدا عندما نرى المساجد مفتوحة، وكم أصابنا من حزن وهم طبعاً في فترة كانت سنة صعبة قوي، كانت المساجد مغلقة وكانت الناس عايزة تصلي ما كانتش عارفة تصلي طبعا، وكان إجراء لابد منه حتى نحافظ على أرواح الناس. صوت الأذان وصوت صلاة التراويح وإحنا بنسمعها في شهر رمضان من أهم الحاجات والروحانيات اللي إحنا بنستمتع بيها. ده صحيح. فهذه الصلاة لو حبينا نقول تاريخها وإزاي شرعت، نشوف كده رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة.
النبي خاف في أول الأمر أن تفرض علينا، ونحط كده في دماغنا كده ونتخيل لو يا ترى الصلاة دي فرض قد إيه كان ممكن الإنسان يصاب بحرج لو هو كسل عن أدائها، يتعب نفسيا لو هو مش هيأديها، لأن أحيانا الإنسان ما يقدرش يأديها في المسجد، يجوز لك تصليها في البيت. وهو الأفضل إيه، صلاتها في المسجد ولا في البيت؟ شوفي العلماء عندما تكلموا عن الفضل في صلاتها في المسجد ولا في البيت شرطوا شروط. قالوا لمن يصلي في البيت لابد أن يكون معه قرآن يقوم به، لا تتخلف جماعة المسجد بتخلفها عنها، يعني بمعنى أنا بصلي إمام في مسجد، طب أنا لو قعدت صلاتها في البيت هتتخلف الجماعة، طب مين اللي هيصلي بالناس؟ يعني تقصد ان الامام لابد ان صلاته تكون في المسجد ليه؟ لأن عشان خاطر الناس في الجماعه بدونه بيلقي درس هيروح يصلي مع الناس. لذلك انا شايف ان في وقتنا هذا لا، صلاتها في المسجد افضل. ليه؟ لو قعدنا في البيت هنلاقي اشياء كثيره جدا ربما تشغلنا عن الصلاه، ربما اولاد، ربما اشياء اخرى تلهينا عن اداء هذه العباده. دائما الانسان في جماعه الناس ينشط، لما يشوف الناس حواليه ينشط. زي بتلاقي صعب جدا علينا مثلا ان احنا نصوم اثنين وخميس، طب ما رمضان احنا بنصوم 30 يوم مش حاسين بتعب ليه؟ طب ما كنا نصوم بقى اثنين وخميس، ما هو احنا مش حاسين بتعب برضه. فكره ان كلنا صايمين بالضبط، هذا التآزر والاجتماع المعنوي الداخلي الانسان بيحس الله ده انت الدنيا سهله. لذلك دايما كانت عاده العباده في جماعه تختلف عنك انت لو كنت فردا. فالإنسان لا يحاول يصليها في جماعة، هيسمع موعظة، يسمع صوت أجمل في القرآن. سيدنا النبي كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، حتى لو كنت حافظ هتسمعه من غيرك وهو بيأديه. فكانت هذه الصلاة في المسجد لها بركة وإظهار للشعيرة، إحنا بنظهر شعيرة الإسلام والمساجد بتعمر وبندخل تحت رحمة الله تبارك وتعالى. وممكن إنسان مقصر يقف جنب إنسان له مكانة عند الله، يقوم سيدنا النبي يقول هم القوم لا تشقى بهم جليسهم. يهب الله سبحانه وتعالى المسيء إلى المحسن. أنا مقصر شوية هقف جنب واحد نشيط في وربنا بيقبله، فقوم ربنا مش هيردني. فلذلك كانت الصلاة في المسجد، صلاة الطهارة في المسجد لها فضل كبير، وكما قلت يكفي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قامها إيمانا واحتسابا أو صلى قيام الليل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تغير إيه في النفوس وجوه قلب البني آدم؟ الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. ذلك كان سيدنا يحيى بن معاذ يقول من مثلك يا ابن آدم إذا حزبك أمر وصعبت عليك الأمور، يعني أمور اشتدت عليك وأصابك كرب، توضأت واتجهت إلى القبلة وصليت لله ركعتين. الله، ده الصلاة ديت هي المفزع لي إلى الله سبحانه وتعالى. لما الملجأ الوحيد أحب أناجي ربي أفزع إلى الصلاة، أروح على طول إلى الصلاة. لما أحب أطلب شيء من ربي ألجأ إلى الصلاة. فديت سبحان الله إنك ما تستأذن أنت عشان تدخل على يعني صاحب مكانة أو مديرك في العمل ولا بتاع، بنستأذن قبلها. الله، لا ده شوف ربنا يقول لك إيه، وضوء وتقف بين يديه وتطلب ما تريد والله لا يرد سائلا، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ودي جت في أثناء آيات الصوم عشان نبين بأن الصادات المباركة لابد أن نحرص عليها. كان العلماء يسموها الصادات المباركة، يقول لك ليه الصلاة والصوم والصدقة، عندما تجتمع للإنسان في هذا الشهر فهي غاية البركة التي تراد. نعم. ليه سميت التراويح؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ودي كنا هنقولها، كان يصليها في بداية الأمر بمفرده. إمتى أول مرة صلاها الرسول عليه أفضل الصلاة؟ صلاها في عندما فرضت الصلاة، عندما فرض شهر رمضان. خلي بالنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حاله غيرنا. قيام الليل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا كان واجبا. كان واجب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نام عن ورده بالليل صلاة فصلاه بالنهار، وكان يقول نحن آل محمد إذا فعلنا شيئا أثبتناه. لما كان سيدنا النبي يفعل شيء كان يداوم عليه لا يقطعه أبدا، ودي ميزة وتربية للنفس، إنما أن الإنسان إذا ما بدأ طريقا مع الله لا يقطع.
صحيح. انت بدأت قرآن مع ربنا، طب تقطعه ليه بعد رمضان؟ بدأت عبادة مع ربنا، واللي يحس بمتعة القراءة نعم ويعني وتدبر معاني القرآن الكريم بيبقى صعب عليه قوي ان هو يبطلها، قلبه بيتعلق نعم. بيها. ده اذا تعلق القلب فعلا الانسان صعب يترك العبادة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة واثنين وثلاثة، الصحابة حسوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو بيصلي، فاجتمع عليه جمع من الناس. اليوم الاول شوية، اليوم الثاني العدد زاد، كله قل بعضه. في اليوم الثالث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد عددا كبيرا من الناس. اليوم الرابع سيدنا النبي رفض ان يخرج اليهم، حتى انهم قيل تركوا باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، كانوا بيذكروه بالصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج قال: والله ما يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت ان تفرض عليكم. فده شوفي قد ايه الرحمه، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان تفرض صلاه فتشق فيشق علينا اداؤها، فنقع في حرج مع الله سبحانه خوفا علينا خوفا علينا. ولكن في عهد سيدنا ابو بكر ظل الامر كما هو، خلاص كل واحد بيصليها لوحده. في عهد سيدنا عمر بقى دخل المسجد ووجد الناس اوزاعا متفرقين، ده بيصلي لوحده، ده بيصلي باثنين، ده بيصلي بثلاثه، قال: ماذا لو جمعتهم على امام واحد؟ ودي بقى كانت فكره سيدنا عمر وبدايه صلاة التراويح في جمع من الناس. قبل ما نطلع فاصل عايزة أنوه لحضراتكم أن شبكة تلفزيون الحياة وهي بتقدم خالص التهاني لكل الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، الحقيقة كانت حريصة أنها تنقل لكل مشاهديها وعلى مدار أيام الشهر الكريم صلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين يوميا مباشرة على الهواء. تعالوا نعيش مع بعض أجواء صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين، نرجع لحضراتكم مرة تانية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا اتكلت عليك في كل أحوال. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام هبة. ألو. أهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة إيه دكتورة المياه؟ الحمد لله بخير، كل عام وحضرتك طيبة. بحب الجو على فكرة. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. ممكن أسأل الشيخ؟ اتفضلي. يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا أسمع إن صلاة القيام بيصلوها قبل رمضان بيوم. لا أستأذنك تعالي صوتك بس شوية. حاضر. اتفضلي. ألو. اتفضلي. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا أسمع إن صلاة القيام بيصلوها قبلها بيوم، يعني قبل رمضان بيوم. صلاة القيام. بتصلى ليه قبل رمضان بيوم. حاضر. طيب أنا صليتها أول يوم، وعندي حاليا اليومين دول عذر شهري كده.
طيب انا كده هتتحسب لي الايام اللي مش هصلي فيها، جميل، ولا لازم اصليها؟ كنت المفروض صليتها قبل رمضان بكام يوم، يعني حسبت الايام اللي المفروض مش هصلي فيها وصليتها قبلها برمضان، قبل رمضان. طيب حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. نورتينا، تابعينا مدام هبه. الحقيقة اتفضل، سؤالين سؤال مهم جدا. مهم. احنا ليه بنصلي قبل رمضان؟ اصل هي مرتبطة بالليالي مش مرتبطة بالنهار اللي احنا بنصومه، يعني لذلك اخر يوم في رمضان احنا بقى صايمين بس ما بنصليش تراويح، صح، مجرد المغرب خلاص دخلنا في ليلة بقى، ليلة العيد. طيب طب احنا النهارده هنفرض النهارده مثلا احنا شفنا الرؤيه الثلاث، قلنا الاربع مكمل الخميس اوله، الاربع بالليل احنا بدانا نصلي التراويح ليه؟ لان مجرد غروب شمس اخر ليله في شعبان اللي هي صباحيتها رمضان احنا كده دخلنا في ليله رمضان. فعشان كده بدانا نصلي صلاه التراويح، فاحنا بنبدا الليل دايما، قالوا كده الليل يسبق نهاره، عشان كده بنصلي وهي مرتبطة بالليل، فبنصب بنصليها في الليلة اللي هي بتسبق أول يوم رمضان على طول، لأن الليلة دي بتعتبر من رمضان. نعم، نيجي بقى السؤال الثاني. طبعا هي حريصة على صلاة التراويح، ولكن العذر الذي يأتي المرء يمنعها من الصلاة وتلاوة القرآن والصيام، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب الإنسان يا ترى يؤجر أو المرأة بتؤجر؟ تؤجر، لأن فضل الله واسع. لما تكون هي حريصة على العبادة وزعلانة إنها يروح منها صلاة النوافل بهذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل سليما مقيما. ودي بقى بشارة لكل مريض أو كل إنسان يعتريه مرض وكان على عمل خير، فالمرض منعه من فعل الخير. زيك دايما بقول كل إنسان على باب من أبواب الخير ما تقطعوش، صحيح، لعلك تمنع منه في يوم من الايام بعذر يخرج عن طاقتك، كعذر سفر او عذر مرض. لو انت عذرت بمرض يقوم ربنا يكتب لك كل الليالي اللي انت كنت مريض فيها زي ما كنت بتقوم فيها بالضبط. شوف سبحانك، فلذلك ان شاء الله كريم. ابشري، طالما انت فيكي حرص على اداء العباده ان شاء الله ربنا ياجرك على هذه الايام اللي انت ما صليتيش فيها. وعايزه بقى تصلي بعد كده، صلي بعد كده. الانسان ممكن تكملي بعد رمضان عادي بقى، بعد رمضان ما يحاولش يكون مثلا، شوف احنا بنصلي 8 ركعات او بنصلي 20 ركعه على حسب قدره الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات، سيده عائشه تقول يصلي اربعا فلا تسال عن طولهن وحسنهن. ثم يستريح، عشان كده سميت تراويح، لان الصحابه كانوا يصلون ركعات ويستريحوا، ركعتين ويستريحوا، عشان كده سميت تراويح من اجل هذا. ثم يصلي اربعا فلا تسال عن طولهن وحسنهن، ده كان سن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان يفضل يصلي 8 ركعات او 20 ركعه وبعدين يجي بعد رمضان يروح قاطع مره واحده؟ طب ما تخليهم اثنين، خليهم اربعه حتى ولو خفاف، بس ما انقطعش عن عمل خير بداته صحيح مع الله. صحيح. نعم مدام نعمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي؟ كل سنه وحضراتكم بخير وطيبين. حضرتك بألف خير يا رب. صحه وسلامه يا رب. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا بنتي. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. شكرا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيب. حضرتك وحضرتك طيبه، اهلا وسهلا. طب الف صحه وسلامه يا رب. ممكن سؤال بس لو سمحت؟ اتفضلي. شكرا. عايزه اعرف يعني السنه بصوره قصيره وفاتحه ولا الفاتحه بس؟ حاضر حاضر. واشكرك، اشكرك، نورتيني. كل سنه وحضراتكم طيبين. شكرا يا بنتي. وحضرتك بالف خير. قراءة السورة في الصلاة سواء فرض أو نفل هي سنة. يعني بمعنى يصح إن أنا أصلي الفرض بفاتحة الكتاب فقط؟ فاتحة بس، وفي الفريضة كمان. طب لما أصلي سورة دي سنة، وأصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو حصل إنه حد نسي وهو بيصلي ولا أي حاجة، لا شيء عليه، الصلاة صحيحة. لأن الفاتحة هي الركن فقط. فالإنسان يعني يجوز إنه يصلي الفرض بالفاتحة بس، يجوز. يجوز ان يصلي النافله، يبقى من باب اولى انه يجوز ان يصلي النافله ايضا بفاتحه الكتاب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم انه يقرا فاتحه الكتاب وبعض ايات القران الكريم، سوره قصيره او بعض
صور أو بعض آيات من القرآن الكريم. فلذلك نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع علمنا بأني أنا لو نسيت الصورة الصلاة صحيحة ولا شيء فيها. الصلاة صلاة التراويح داخل البيت، هل يجوز أنه شخص الأب مثلا أو الابن الكبير أنه يصلي بكل الموجودين في البيت جماعة صلاة التراويح داخل البيت؟ طيب قبل عشان السيدات. بالضبط. شوفي سيدنا عمر لما دخل المسجد، وده هيأتي للإجابة على نفس اللي حضرتك بتسألي عنه، لما دخل المسجد ووجدهم متفرقين قال ماذا لو جمعتهم على إمام واحد، فجمعهم على سيدنا أبي بن كعب. غاب سيدنا عمر يوم اتنين كده ومعد جنب المسجد، فوجد جمع من الناس بقى بتصلي وخارجين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، فقال سيدنا عمر نعمة البدعة هذه. طيب وبعدين قال جملة ذكرها الإمام الطحاوي، قال في رواية والذين ينامون عنها أفضل من الذين يقومون. هذا كان بيرى سيدنا عمر أن يصليها في آخر الليل، ذلك ما صلهاش مع الناس، كان في آخر الليل. وذلك بنقول لو الإنسان وجد من نفسه قوة وكان حاملا لقرآن ولا تتخلف الجماعة بدونه ويقوم في البيت، طبعا يحيي ذكر الله في البيت. وكان الصالحون لا يتركون بيوتهم ليلا بدون ذكر. حتى ان كان سيدنا ابو هريره يقسم الليل ثلاثا، هو ينام يصلي جزء بعض الليل وبعدين ينام وبعدين زوجته تقوم تصلي جزء تاني وبعدين تنام وبعدين الخادم يقوم يصلي لحد الفجر وبعدين يصحيهم لصلاه الفجر. ليه؟ حتى يظل البيت ليلا فيه ذكر الله تبارك وتعالى. فده كان بيجلب البركه في بيوت الناس زمان، واحنا الحقيقه فقدنا ده في بيوتنا. صحيح. احنا عايزين بيوتنا تعمر بالقران. انا اقرا جزء وده يقرا بالليل، وده مش كل واحد فينا معلش مشغول بما بلهو لا فائده فيه ولا نفع يعني. نعم قد لا يضر ولكن مش هينفع. صحيح. فاحنا بيوتنا محتاجه ان احنا نعمرها بالقران. صحيح. فيجوز الانسان يجمع اهل بيته، يجوز انه يجمع اهل بيته ويصلي بهم صلاة التراويح، والمرأة بدل ما تروح من المسجد لو كان زوجها مثلا عايز يصلي في البيت وأمهم في صلاة التراويح فيجوز، يجوز أن يفتح المصحف ويقرأ منه ويؤم أهل بيته. نعم. ربنا يتقبل مننا كلنا. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك وأشوفك على خير. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. رمضان بداية لكل حاجة جميلة، بداية للقرب أكتر من ربنا سبحانه وتعالى، بداية المودة والرحمة، وكمان بداية لعمل الخير وجبر خواطر المحتاجين، بالإضافة أنه الأجر والثواب في الشهر الكريم أجر مختلف وعظيم. ولو بنقول الحياة فرص، بالأيام دي أحسن فرصة ممكن نطلع منها كسبانين. هنتكلم النهاردة عن أعمال الخير والصدقات في شهر رمضان المبارك مع ضيفنا الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ سلام عليكم، كل عام وحضرتك بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وحضرتك بالخير والصحة والسعادة، ومصر وأمة العربية والأمة الإسلامية كلها في أقطار الدنيا كلها بخير وصحة وسعادة. آمين يا رب. أعمال الخير والمضافة، وإننا نكثف أعمال الخير والجهد في الشهر الكريم، الصدقات والأجر والثواب فيه مضاعف من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرتبون إلى رمضان قبل مجيء رمضان بستة شهور، فكانوا كل واحد فيهم يتجهز، وكان دعاؤهم اللهم بلغنا رمضان هو الدعاء الأسمى والأعظم والأكثر في كل وقت، لأن الجميع علم ما قيمة رمضان، لأن في رمضان نزل القرآن وتجلت أيام وليالي على أهل لا إله إلا الله، ففي رمضان استغفار يقابله من الله عتق من النيران، صدقات يقابله من الله فتح لأبواب الجنات، كرامات للعبد في صلوات وقيام يقوم بها إغلاق للنيران، الله يتجلى على عباده، الملائكة تتجلى على عباده، الله يحب عباده، فيقول لحبيبه المصطفى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تخلي أمتك يا محمد يوم القيامة أمة ظاهرة طيبة الرائحة
جلية بكل هذه الأعمال. وبعد ذلك يقول الله باقي الآيات: وصل عليهم إنك صلاتك سكن لهم. يا حبيبي يا رسول الله، أنت تصلي علينا، أنت تدعو الله إلينا، ثم تجد الملائكة كل الملكوت رب العالمين بكل الملائكة الجميع يصلي على النبي، ورسول الله يصلي علينا ويدعو لنا، فتقول الملائكة: رب اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. الله تبارك وتعالى جعل الكون كله في شهر رمضان كرامة لرسول الله، لأمة النبي محمد. يا باغي الخير أقبل، يا قاصر الشر يا باغي الشر اقصر. مش عايزينك، مش عايزينك تيجي في رمضان. احنا فاتحين المائده دي لحضره النبي وامه حضره النبي. هلموا الى جنه عرضها السماوات والارض ولو بشربه ماء. انتم الفائزون يا امه النبي. اعطيتكم ليله في هذه الليله 83 عاما واربع شهور، ليلة إذا أقمتموها أقمتم الدنيا كلها والعمر كله، فأنتم أمة النبي، أمة بركة في كل شيء. عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما سيدنا إبراهيم الخليل ترك زوجته السيدة هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، لا زرع ولا ضرع ولا حسيس ولا أنيس، السيدة هاجر قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ولما اشتد بها وبولدها العطش أخرج الله عز وجل لها ماء زمزم. هل رأيت فرحتها عندما رأت الماء؟ تقدر بإذن الله رب العالمين ترى مثل هذه الفرحة لما تشارك جمعية البر والتقوى في مبادرة حفر 10,000 بئر. ساهم مع جمعية البر والتقوى في حفر بئر تسبب فرحة الناس، واللي هيفرح الناس ربنا هيفرحه. دي الندين ما يعرفش الزعل، اللي يفرح الناس ربنا يفرحه، اللي يستر الناس ربنا يستره، اللي ييسر على الناس أمورهم ييسر الله له أمره. من فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. انت لما بتحفر بير لأناس انت بتنقذهم، ربنا هينقذك وينقذ أولادك. انت تكاد تكون بتحييهم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسمح لي، أنا خايف عليك، خايف تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ذكر من الثلاثة رجل منع فضل ماء عنده، فيوم القيامة ربنا يمنع عنه ماءه ويقول له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. تسقي الناس ربنا يسقيك في الدنيا والآخرة، تروي عطش الناس ربنا يروي عطشك في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده من أبواب الجنة باب الريان، يدخل منه الصائمون ومن سقى العطشان. بادر بالمشاركة مع جمعية البر والتقوى في حفر بئر من 10,000 بئر، مبادرة عظيمة. زكاتك وصدقاتك وصدقتك الجارية مع جمعية البر والتقوى. من أفضل وأعظم الصدقات هي سقي الماء والمشاركة في أي شيء خاص بالمية، سواء كان بير، محطة تحلية، وصلات مياه، كولدير مية، أي حاجة. نعم. أي حاجة داخل فيها. نعم. المية. عايز أقول إن يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء هو سر الحياة، أن الماء هو سبيل الرضا من الله تبارك وتعالى.
الناس في الدنيا ويوم القيامة يريدون شربة ماء من الفردوس، يريدون شربة ماء من نهر الكوثر حتى يكملوا مسيرتهم حتى يكونوا في الفردوس الأعلى. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الصدقات. فهنا مش هقول البير بس، ولكن مش كل الناس قادرة، لأن ملف المية في جمعية البر والتقوى مليان حاجات من فضل ربنا سبحانه وتعالى حتى ترضي كل الناس. اللي قادر إن هو يعمل بئر أهلا وسهلا، يعمل بئر وبيعمل يافطة طيبة باسمه وباسم عيلته أو حد من اللي عايشين أو انتقلوا أو كان في محطات المياه بشكلها أو بأشكالها المتعددة، إن كانت محطات مياه عادية أو شغالة بالطاقة الشمسية. طب في ناس دلوقتي بتتكلم عايزة ترمبة مية، طيب يلا بينا نعمل ترمبة مية على القد مفيش مشكلة، ونعمل لها برضو يافطة صغيرة باسم حضرتك. طب في حد أقل شوية عايز يعمل وصلة مية، أي مكان في مية يصل ولو شربة ماء يسقى منها العبد كفيلة أنها في المقابل شربة ماء يسقاها يتناولها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة. فجماعة البر والتقوى بترضي كل الأطراف، اللي عايز يعمل ماسورة، اللي عايز يعمل وصلة، اللي عايز يعمل بير، اللي عايز يعمل كل أنواع المياه عشان توصل للناس. طبعا اليومين اللي احنا فيهم دول بدأت الحرارة أو تغيرات الجوية للحرارة فمحتاجين أكتر. وعايز أقول أن لمجرد ما حد بيتصل علينا دلوقتي ويبدأ يتكلم فنبدأ نحفر له البير ونقول له مثلا هيقعد فترة عقبال ما يطلع، عايز أقول لحضرتك إن النية دلوقتي لمجرد ما بيتواصل مع الجمعية النية بتبدأ من الآن، إن أي حد يشرب مية في بالنية كأنه شرب في شهر رمضان بإذن الله. لو تشوفوا الناس دول المية بالنسبة لهم مهمة قد إيه، وما فيش شك إنها مهمة عندنا كلنا، ولكن لما تسمعوهم هما بيقولوا نفسنا نشرب بق مية كويس، تقولوا احنا في نعمة كبيرة قوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وتقفوا تستغربوا يعني ايه هما بيدوروا على شربة مية كويسة، ما هو المية متاحة وموجودة، متاحة وموجودة عندنا احنا، بس عند الناس التانية بالعكس هي مش موجودة خالص، هما ممكن يمشوا مسافات طويلة جدا عشان يملوا جرك المية يدوب يكفي احتياجاتهم ويبقوا يعني بيشربوا بهالحساب زي ما بيقولوا كده، مش كل ما يبقوا عطشانين ولا كل ما عايزين يشربوا ميه يطلعوا يجروا. احنا في شهر كريم كله كرم وكله خير وكله رضا من عند ربنا سبحانه وتعالى، كله سكينه وراحه بال وطمانينه، واحنا كلنا بنسعى لاعمال الخير. شهر احنا بنغسل فيه نفسنا، شهر احنا بنرجع فيه نراجع حساباتنا من الاول وجديد. الناس دي بالفعل محتاجه اننا نكون واقفين جنبهم، محتاجين انه هم كمان يقفوا جنبنا، لان بصداقتنا ليهم ربنا سبحانه وتعالى بيشيل عننا حاجات كتير جدا وابتلاءات كتير جدا، ويفوق اي حد فينا ممكن يكون في غفله. والحمد لله الذي جعلنا ندرك شهر رمضان. عايز اقول لحضرتك في ناس لم تعيش او توفاها الله قبل رمضان، وعايز اقول لحضرتك ان احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا جوه رمضان، لان شهر شعبان كان نهايه العام، فنهايه العام كان مضيء جدا جدا من فضل الله تبارك وتعالى. احباب كتير قوي تبرعوا، واحباب كتير قوي قفلوا الصحيفه بتاعت العام بتاعتهم بانوار. صحيح. ودلوقتي في رمضان بدات الصفحه الجديده، نبدأ الصفحة بأنوار ونختمها بأنوار. الله تبارك وتعالى يغفر ويتجاوز عن أي خلل بين هذين النورين، يطول العمر وتطول البركة، وربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب سبحانه وتعالى ويفرحنا إحنا قبل ما يفرح هؤلاء المحتاجين. وزي ما بنقول إن المية مهمة جدا، الأكل أكيد مهم جدا، ومطبخ الخير اللي بتقوم بيه جمعية البر والتقوى، الوجبات السخنة اللي بتروح كل يوم للأسر داخل بيوتها عشان خاطر يفطروا هم وأولادهم ويبقوا مطمنين إن فطرهم موجود، ما يبقوش حاملين هم إن احنا هنأكل ولادنا منين. الحقيقة مبادرة هايلة بتقوم بيها جمعية البر والتقوى، زي ما احنا شايفين كده الأكل بيروح سخن، وجبات محترمة تليق بيهم زي اللي احنا نقبل اننا ناكله وبنطلعه للناس اللي ممكن تكون محتاجة. الحمد لله ربنا يعني بيكرمني، يمكن السنة دي برضو انا بعمل حاجات ان انا بنفسي بنزل ولف على مطابخ البر والتقوى. يا بختك والله من فضل ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكر الحاجة سهير احد السيدات الطيبات اللي قالت لي انا هعمل وجبات خاصة بالناس يعني، وحددت ايام، ويمكن هتزعل دلوقتي ان انا بقول اسمها، ولكن
هي سيدة فاضلة، وأتمنى أن كل الأحباب يزيدوا البر والتقوى. عندهم 16 مطبخ طول العام بيشتغلوا، وفي شهر رمضان احنا بنزيد ونضاعف هذه الكميات من الأطعمة وموائد الرحمن من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبلنا. وعايز أقول أن الطعام هو أعلى درجات الحمد لله رب العالمين، رضا الله تبارك وتعالى العبد طبعا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب ليه؟ إنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا أو عبوسا قمطريرا، كلهم رايحين بالصدقة بتاعتهم عشان يقفوا تحت ظل صدقتهم عند الله تبارك وتعالى، فرحين بما آتاهم الله من نعمه وفضله أن أطعموا عباد الله في الدنيا، فيطعمهم الحبيب المصطفى ورب العالمين. اللهم تقبل منا ومنكم جميعا، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب في هذا الشهر الكريم. أمين يا رب، أمين يا رب. كراتين الخير برضو من المبادرات المهمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى، الكرتونة اللي فيها كل المواد الغذائية اللي يحتاجها أي بيت تصل للأسر المحتاجة في مناطق بعيدة جدا احنا صعب أننا نوصل ليها. من فضل ربنا سبحانه وتعالى، يمكن أنا بقول امبارح أول امبارح كنا الحمد لله مع دكتور عماد، كنا في دمياط، والحمد لله طلع حوالي 65 عربية محملة بالخيرات الكراتين اللي بدأت تنتقل وتنطلق إلى القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا عشان نوصل لأحبابنا. بدأت القوافل تسير، وإن شاء الله في قوافل النهاردة بتتجهز، مش هننتهي أبدا خالص من الخير، ولا حضراتكم تنتهوا من فعل الخيرات حتى نتسلم أو يتسلم الله منا شهر رمضان، وربنا عنا راضي يا رب في يوم العيد رب. عشان الجوائز كلها تتوزع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام، ربنا يا رب يتقبل من الكل. آمين. نورتني يا فضلت الشيخ، بشكر الله. حضرتك الله على خير. اللهم آمين. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.